مع بن مرة محمد بن مرة هو اللي دانا شاف كبانا. أنتم اللي عديتوا الدروس. أنا اللي كنت في عزابة حاكمة المستشفى تاع عيون القصب. عيون القصب حتى العرفان نعرفوا بعضنا خفافي خفافي اللي أنا كنت مع لامين خان. وشفاي مدونا الروينة هذيك الروينة أنا ديما ندير شكيرة قدك دقيق وهذاك اللي كيما الفراز ويدوخنا ناكله ويدوخ. سمعتيها واش قلت لك؟ حنا طيحنا هذاك ماتوا لنا ربع جنود. شوف التاريخ شفتيه كي نهدر نقولها تال مالي متنا بالشر وصلنا للغدير الشر خلاص ربع ايام خمس ايام ما كيناش. هذا يا شفت العين كي وصلنا والجنود وصلوا دخلوا على ذاك يقولوا له ساسنو الحاج يقولوا له ساسنو كيما الفراز احمر ويدخلوا عليه هذوك الجنود كل قعدوا برواحهم. صرنا يدوخ العسكري وصلنا نوضوا بالكراج. شوف الحكايه هذه حكيتها يهوى هاو كان حاضر. هذه هي واش نحب انا التاريخ. انت واش حبيتي ما تندبلناش في التاريخ برك. هاو قال لك ساسنو لي دوخ انا كنت التم يا بس لا هو انت انا شفاوش درك حنا كبرنا نشفالي ولا نشفالي وشفتي في الغديرة في ذاك الغار دخلتي معنا لذاك الغار؟ ما دخلتش انا حنا ما دخلناش لامين خان سركلونا تما 8 ايام هذيك الثمان ايام كي خرجنا من الثمان ايام رحنا عند سي عيسى ودخلنا عنده الغدير هذا غار وفوق منه غابه كي قعدنا التم جابوا لنا ذبحوا بقره كانت واحد الطفله ضربت عسكري ونحات له الماط وجات لحقتنا ونحاوها لنا اللي تمسكتو احنا رايحين بوعتوره مريم اي هي هزا الساكوش ضربت ري والكولت هنا مات ومعها الطبيب امين الدباغي هي يداووا المجارح يداووا اللي تبليسه ويداووا اللي مرض بصدورهم في السبيطار هم دايرين السبيطارات رجيبة هي دواتني مسكينه وتبليسات هي في بوحنش لا تبليساتش مريم ما تبليسات حتى النهار تفلقت اللي تبليساو البنات اللي كانوا في السطيحة هكا عديتي كي رحت لتونس عديتي على ذيك الطريق هذوك تما تبليساو بزاف ومام واحدة اللي هك رجلها محسوب قريب طارت وانا ومريم عليهم نقول لهم الصدق اني هذاك الصدق كاين كذا رجلها هذوك نص وطار درنا انا ومريم العواد ودرنا لهم البونسمون ودرنا لهم شغلوناتال سبحان الله رجلها ولات كيما كانت واش يقولوا لها ماتت ماتت هذيك شاطره نحات لهم ما توجات اي شاطره وكاينه وحده ثاني في القل نفس الشيء هذيك ايه في القل في القدم يقولوا لها هذيك ما عرفها ربي يطول في عمركم ان شاء الله. احنا في الغدير اسمع مليح كي مشينا وجات نسينا بعضها بالشر جابوا بقره ذبحوها يا الكتر هذيك البقره كلاو اللحم اخضر مالك انت تكون كليتيه كي نذبحوه نديروه قريب قطعونا الصبابط اسمع صح يا اخي هكذا بعد يا انتم اللي رجليكم كبار يا وخدي عالجنود ينحي هذيك القشره تنحي الجلده نتاعو ودني صح وانا نعود ندير لكم غير في الدواء الاحمر الولايه دو هي الصح ايوه الولايه دو قعدنا عامين ما شاء الله ومشطت شفتي الضربه تاع شال نتاع القبايل مشطتهم شهر ولات الائين شهر وجات لينا ضربوا عامين احنا بصح عندنا رجال بورويبه رابح عليه درت عليه بوعلي صوت العرب صالح علي كافي استنى دراجي بركان كافي راح
كي ما جاش الله راح الكل طوفال السيد هي السيد طوفال وطاهر حمروش وطاهر حمروش حمروش هذاك يا ودركم مازال حي سعيد مازال حي سي طاهر العنابي مات هذاك مات وسي العربي هذا سي العربي مين هذاك داير فينا حاله في السلف هاي هذا هذا راهو من جماعه تاعنا صح خلاص هو كني سرك بارك الله فيك هاو نكميوها احنا مع الصحابه برك حتى هما ما نقولوا لهمش خلاص انت دركا دركا هو العهد تاعنا شفتيه هذا دركا نمن به باللي كان في الجبل صح جاب لي واحد لاماير رغم كل ما يعرفكم ما يعلم فيها والسيدة كريمة غير انت سيدتي كريمة الكلمة هذه وبالك تخرجها والله سر تاع الثورة احنا كي سالونا هذو برك الشباب انا لا حتى هو ما نهضروش لهم ما نهضروش ما نقولوش اني هذاك كان واحد الوقت ساعة في ما دوك انا وانت نتهارعوا على هذا الكونفوار انت تقول لي وانا نقول لك لا خطيك لا هذه ما نهضروش لولادنا احنا ولادنا نحبوا نموضوهم بالصدق بالصدق اصدقوا في بلادكم انا نعطيكم العهد نتاع الشهداء لا عدتوا صادقين في العهد نتاع بلادكم شفتها في روحي راه ربي معاكم في كل طريق ان شاء الله شوف ولادي نهضر هذا شال اللي يهضر عليه هذا هو اللي قلت لكم انا قاعده وهما خشبت داروا والخشبت الخماج نتاعهم جا عليا وانا حاطه الروبور فيه هك باش لو كون يقول لي الف نكتر روحي